الشهيد شهاب احمد اللي توفى في احداث محمد محمود، والسنه دي في 2013 في دعاوى للنزول لمحمد محمود. ايه راي حضرتك، الشباب ينزلوا السنه دي في 2013 ولا ما ينزلوش؟ لا ما ننزلش، والشباب ما تنزلش كده، احنا بنقدم شهداء تاني، بنقدم تضحيات تاني. احنا بننزل ليه؟ عشان نعبر عن راينا؟ لا، احنا نعبر عن راينا، نشوف بقى، نحاول نجيب القصاص ازاي، نشوف، نحاول نلم شملنا وشمل البلد، ونقرا الفاتحه برضو، وهتوصل سواء لشهداء محمد محمود او اللي بعديها او اللي قبليها، وهتوصل. نروح نزورهم في المقابر، لكن ننزل الميدان تاني ونقدم شهداء تاني؟ لا مش هي، لا لا لا، انا بقول للشباب ما تنزلوش محمد محمود. كل اللي ليه شهيد في محمد محمود عارف المقابر بتاعته، يروح يحيي الذكرى، يقرا قران، يروح يود الاسره والام والاب، ويود الاخوات ويشوفهم عايزين حاجه يودوهم، لكن بلاش نزور محمد محمود تاني، كفايه. حضرتك مش ممكن يكون عندك تخوف ان لو دعاوى النزول لمحمد محمود في 2013 الشباب استجاب ليها ونزلوا، ممكن طيار تاني يدخل وسطنا ويندس وسطنا وهم اللي يقوموا بعمليات العنف والتخريب باسم احداث محمد محمود؟ ده اكيد، والسيناريو هيعيد بعضيه، والاخوان يرجعوا تاني ويقول لك لا عايزين القصاص، وهم ما بيدوروش على القصاص، هم بيدوروا على حد يودني ينزلوا شهيد تاني. وهي ما هي احداث محمد محمود كان فعلا احداثها كانت الاخوان، بس احنا كنا بنكذب نفسنا وبنقول لا الاخوان لا. وبعدين على فكره انا هقول لك على حاجه، انا من المنتخبين مرسي، انا انتخبت مرسي، وكل اللي انتخب مرسي قتلهم عيالهم، وشيكا كان برضو كان منتخب مرسي وبرضو نزل بعد حد يديني اوت كده. انت خليكي مش هننزل في حاجه محمد محمود، ومش هنقدم شهداء تاني على ايد الخونه الاخوان.